سمعنا عن طالب اسمه طه حافظ القرآن في منطقة شفشاون في المغرب. خلونا نشوف هذا الولد المتميز، تعالوا معنا. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا. طه شاب متميز حفظ القرآن وهو عمره 10 سنوات، والآن عمره ما شاء الله 16 سنة. حصل على المركز الأول في مسابقة المزمار الذهبي في المغرب. مستمتع وأنا جالس معه، ولكن بإذن الله يكون هو قدوة لأبنائكم. فنبدأ معه اللقاء. كيف حالك يا شيخ طه؟ الحمد لله، تشرفنا فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف كانت حياة طه مع القرآن؟ بداية طه مع القرآن. الحمد لله، بفضل الله يعني وجدت نفسي في يعني في عائلة محبة للقرآن، يعني أجدادي ويعني أخوالي وعماتي يعني، والوالد والوالدة كان دائما عندنا جو قرآني في المنزل، يعني لا. إما آية تتلى، وإما الوالد يجود، وإما إخوتي يتذكرون ويحفظون القرآن أو التفسير. يعني طه يعني جاء بعد سلسلة من الابتلاءات واختبارات لصدقنا لحب القرآن. كم عمرك بدأت بحفظ القرآن؟ يعني بدأت عمري 9 سنين. نعم. وختمت القرآن؟ يعني كان عمري 10 سنين. في سنة واحدة. كانت عليك صعبة؟ يعني هل وجدت صعوبة في حفظ القرآن؟ يعني شوية لا في البداية، يعني طبيعي، ولكن يعني سبحان الله الوالد يعني أعطاني قدوة. نعم. يعني هو يعني مش كان حافظ، ولكن يعني كان يحفظ حزب في اليوم. وهذا الأمر ذو قدوة، كنا في الولايات المتحدة الأمريكية، و يعني في جلسة مع في مركز إسلامي وجلسة مع الآباء، وطرح علينا السؤال الرجاء يا طه، حبينا تقولنا كيف يمكن أولادنا يصبحوا مثلك حفظة لكتاب الله ويجمعوا بين الدراسة ويتوف. السؤال لطه. لطه. نعم. أجابهم طه، الله يوفقه ويوفق أولاد المسلمين جميعا. آمين. آمين. قال لهم إذا أحببتم أن يكون تكون ذريتكم مثلي لابد تكونوا مثل أبي. الله أكبر. المشكل مش مشكل في الأولاد، المشكل في الآباء. نعم. شيخ طه، كثير من يسأل الآن، من في سنك الآن 16 سنة ما شاء الله وتميز هذا في القرآن، كل من يسأل هل قرب طه من القرآن منعه من حياته وممارسة حياته بشكل طبيعي، السفر، اللعب، ممارسة كل الهوايات، هل منعك القرآن؟ سبحان الله، يعني عندما يكون يعني الطفل صغير يعني ويجبر يعني على شيء ما يعني يخلي ذلك بالطفولة دياله، لكن سبحان الله الوالد بحكمة يعني أدخلني القرآن، فكانت يعني هوايتي القرآن. نعم. يعني حببت القرآن، يعني كنت ألعب، يعني كان عندي وقت مخصص للعب، يعني مشاهدة الأفلام والخروج يعني. نعم. ورياضة وممارسة الرياضات، ولكن يعني ولكن كنت أحب القرآن يعني كأنه هواية، يعني كنت أفضل. نعم. يعني أقرأ القرآن وأجوده وأحفظه يعني بدل اللعب. نعم. سبحان الله الوالد بحكمة يعني. نعم. أصبح ذلك. سبحان الله القرآن هو اللي زين طفولتي. ما شاء الله، القرآن هو الذي زين طفولة طه ما شاء الله تبارك الرحمن. من قلبنا بنحب القرآن، ربنا نور الحياة ماشيين عليه طول عمرنا، جنتنا آيات العظيمة وفي خدمته أعظم مكان، منزلة حلقته بتخلي الملائكة تحفنا وإحنا معاه، بيننا وبين الله صلة.